يا تو خبر يا محجوب يا اخوي اللزمك السكات قدر ده امرق بدل يشقك بعدين كتر خيرك وبارك الله فيك ما قصرت بعدين كان توفقت قول لنا النمرق ندي الناس البشارة وكان ما حصل نصيب تراك حاولت مالك يا محجوب في شنو بدي اقول راح الوريق رح يا قصة السخارة دي كترتنا كتير رح خير مشوفنا شغل الرقبة مالك في شنو اتكوري في شنو النامي شيخ ماني ماشي لما نعرف محجوب ده مالو جس هاضة على الحلة وتلبس زي الحرامي انا ذاتي ما الصدفة جابتني الشارع الوراني ولا كان شفته هذا ما دار هذا تكاوى يكون رفضوا لي طلب كل ودي الشوبة شنو وان بقى كمان طلبوا ما جازوا ليه أمانة ما شفنا فيك يوم يا محجوب ما رفض ساعات حيفوت حلة ود الشريف عشان يقضي وقت أكتر وهو في طريقه لياد طيب يا أخي ما تقول كده من الصباح وراح نمرق عليه الناس نديهم البشارة وراح بشارة شنو يا شازلي فيش نام محجوب مالك هذول مالك ودي عقوب ودي عقوب يا اخي ودي عقوب اروح يا اخي الحاصل يعرفنا وما معلومة حجوب وش في العنقفة انت براك عارفه خبرا زي ذا كان قد البف الحلة دي وتحكر بيه وسط الناس في السوق اسكت ساكت الراحة قول اسكت اهم حاجة شغلت بالي يسعلك الله مالك في شنو المشكلة يا شازل يا أخوي مزعول بالمكانة دي داير تحضير داير لجان تستقبل داير لجان تحشي الجماهير أنا ما أعرف الحكاية دي فاتت من راسي كيف وأنا ماشي أزعلهم عشان يخشونا لما نوافقوا لي من الفرحة قلت متين أصل الحلة غلبني إنه وقت فتحتها سألت روحي ده شنو اللي بيسوي فيه ده حجوب طيب مالو حس إن إحنا نجهز ونعمل لجان ممنوع الناس القروا فاهمين طشوا برا البلد ولا مشوا على المدينة الصناعية كذب الراحة محجوب الناس اللي قاعدين ديل احنا نشوف نفسنا كيف نستفيد منه أول التبادي الصادق والبشرى الصادق شوبر هذا صادق بالراحة بس كده وقع علينا أوقع عليكم يعني يا جماعة زول ده كان الدو كان لعب مان تو مان يعني فيس تو فيس يعني باص وخانة كان غلب لكن النزوة الدفاعية المطلقة هي الغلبته زول منطقه كويس ولسانه حلو ممكن يعمل شغل نستفيد منه أنا غايته ما بفهم من كلامه أي حاجة ده انت لكن الناس الحلة بيفهموا كلامه وبيسمعوا كلامه ايتو اكتبه نشوف اللي بيحصل شنو واكتب معاك محمد سعيد الناظر
درب وتنسى ما برجع امشي ريان القفل بيموت كمل قارب منتظرينه ما بعود هاي لكن محمد سعيد الناظر ده مهون في عالم تاني هاي لكن اللي بنعرفه في الدنيا دي ورانا له محمد سعيد ولا نسيت لكن مين اتلغى خط السكة حديد وهو مغبي اكتبوا عليك الله يا شازلي انا بضمنه لك بيركز معانا طيب واكتب معاك بلود محمود بلا شايل العتود ده وماشي بيه على وين نازل على البحر تحت ماشي عليه مصطفى قاعد براهو قلت امشي على تونس معاه ونكرمه شويه ومصطفى ده حارس بابور منو حارس بابور في واطاطن هذا انت مالك مال الموضوع ده والله انا دخل على تونس جاي اطبح انت بدل انت مالك مال الموضوع ده مرض فقر دي خش لا جوا خش كل اكبر عليك شو كذابه يا نفيسه وسعديه بالتطيب الصرف حقه الصندوق الكبيره الاولانيه شلتيها انت دي وشلتيها لسمعت ابتسام وكانت ناسية انا بذكرك عشان ابتسام دي انا اللي ولدتها وما بس سمعتها وحتى لو كان صرفتك مفترض تتلازل منها للسره دي عشان تسوي بها عريس عباس ولدها والتاني يا نسوان الدايره لها تفتح ضربه عريس عباس انا ببيع لها بالتقسيط المريح اخليك من سوق لحد قلت شنو اشرب انا اجيب لك انا الزياده استاذ موفق وامجد ده ما قاعد يحرس البابور يا استاذ امجد جاته فرصه بزياده عشان كده قال لي هو يحرس البابور شوف يا احمد المدرسه دي ما حتخليها يعني ما حتخليها يلا امشي حصل الحصص يا استاذ قال لي هو ترجع شيء قلت لك امشي الفصل وابوك ده انا حقابله مدرسه ناقصه السلام عليكم عليكم السلام والرحمه أمو قاسم قال لك الدينة وقاسم السعيد بتاع الدكان خش شيل الدايراو كان عندك باقي تعال لي بعدين الدور ده ما خشة والدبنو ده ما أزل لحد هسه والدبنو فريد ود مصطفى للإعلام الدبنوبة؟ أها كده كيف يا أخوي؟ ما في حاجة لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب يكون من شنو؟ أنت متأكد إنه الكهرباء قاطعة؟ ما هذا النور مولع جوا؟ لا إله إلا الله هو أنا ذاته ما موصل السلك عليك الله وصله معك تخيل ليه كده معقول؟ صدق الحق أنا قمنا حصل الظهر وبالمرة نعلن الاجتماع بميكروفون الجامع ما في وقت نلف على الناس زي كلهم والله فكرة جميلة أن نمشي على الجامع بل حدث بلة سعدية صادق شوبارة فريد هسا عليك الله الناس زي الأحسن مني في شنو أنا محمد يعقوب ده ود يعقوب إنت كان بإمرادك المدعون ده ما يغش الحلة طوال يمرق على جهات كمان دار تخش لك في لجنة غريتها ذاته ما عاجبك القصة مي قصة عجباني ولا ما عجباني محجوب وشاز اللي تابعوا عارفين أنا ده لو قصدت لي حاجة بنجز أحسن منهم شغل شنو ود يعقوب أنا إحنا ما عندنا شغلة نقضاها كمان بتدورنا نقضانا شغلة زولا تاني قصدك شنو؟ لا والله ما قصدت أشياء يا عقوب بس أنا قلت يعني تكسر شرك وكدي
ما حجوم ما داير له راس كيف قصاده، عشان كده سواله لجنة زي لحمة الراس. لأن شوف آخرتهم. ودي عبوك كلام يا خلابين لك ولها الكلام ده أبي بعد يا أنا كنو بكي أبي بعد عم محمد سعيد الناظر. مرحب. كيف احوالك؟ تفضل يا عم محمد. كيف احوالك؟ تفضل 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 يا عم محمد. تفضل. هيك اسرار. مرحب. مرحب. تفضل 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 يا عم محمد. بكده يا اخواننا ممكن نبدا الاجتماع. نبدا على بركه الله. نتكلم عن مالك يا عباس؟ ما مشيت على بيت محجوب مع الناس. ايوه امي، لكن أنا اسمي ما ندهو مع الناس. ساكت تمس كدي ساي. وما بنادوك مع الناس ليشنو؟ إنت أقل منهم في شنو؟ لا يا أمي، الموضوع ما كدي. أصلاً أي زول عنده شغلة بيعرف بيسويها بيقضاها. بعدين نحن كنقصر شي نادونا ليه بنسده. وبعدين يا أمي الناس ديل والله ما مقصرين معاي. ترى شايلين معاي هم العرس، لا من الله يتمه بالسلامة. هاي أنا بشرك يا ولدي، الليلة هدوني الصرفة الأولى في الصندوق. نفسها كانت دايراها علا سعدية وقفت لها ألف نحمر وما تدي عليها. انت ما بخيت في عمرك يا ولدي. والله والله جيت المزعول دي ذاته في شان صبرك ده. علا ولدي كنت بدورك تبقى معاهم في مجلسهم ده في شان ما ينسوا موضوعك. براهم ما بقصر يا أمي. لا عين هنا يبقى الكلام ده حقارة وكفاية بقى. دي ما حقارة، دي حماقة بس. حقارة حماقة وكرجل اطلع برا. انت عارف الحقارة يا أولاد. وانا ذاتي ما بدورة يا أولاد. أقعد ساكت يا أخوان. انت ما سامعين كلامه ده؟ أخوان أنا ما برضى الكلام ده. كده عيب يا عم محمد. أرجع يا حمبا. ما برجع ما برجع. دي معنا غابة ولا حتى تعاون. قلنا الدنيا رجعت بخيرة من تاني بلمة جديدة. لما ما في بيت بكا الناس تقعد تتفنس وتشرب الشاي، ولا لما في بيت عرس أهو لما تشبه النغابة. ناس عندها أهداف بتحكمها قوانين، لكن طلعتوا لما فارغة. يلا غوروا بنا لما يا عم محمد. عم الناظر أرجع يا أولاد. هس المغبي منو الواعي منو؟ كم احترمتوني أنا المرقتكم من بطون أمكم. احترموا محمد سعيد المرق ده ولا احترموا محجوب اللي قاعدين في بيته ده؟ تعال محجوب، تعال تعال. كتر خيرك يا سعدية. ممكن نبدا تاني من اول وجديد. بالراحه عليكم الله. طيب هدوء. تبع اخواننا نطرد الشيطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. بسم الله. بسم الله. كنا واقفين وين؟ ويا عباس امك تعمل ليك عرس يتونسوا به ويتكلموا به الحلال قدر الناس ما يجوا نكفيهم ونصبح مستورين. وسيرتك من عصر بدري يا سلام. وحنتك يا ولدي
مالي يديك ورجليك، وهلالك يضوي 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 في نص راسك. وقول كدي يا ولدي، ربنا يديك 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 ويملى يديك قدر صبرك، تغلبه بالمال وتغلبك بالعيال. اعفو لنا يا اخواننا، سهرنا بيكم، لكن مشينا كويس والامور بقت واضحه. فده اللي خلص يا شازلي. طيب 1 2 3. طيب اخواننا، كده احنا نكون انتهينا من تجهيز الاستقبال والضيافه ومكان الاحتفال. فضل لنا نشوف ميزانيتها وتكلفتها والقروش حل ما كيف. ده فيما يخص استقبال المسؤول، فضل نشوف مطالب الناس شنو عشان نقدمه له، والصباح نبدا ان شاء الله من الصباح رباح. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. مرحبا. رجعناكم. الله يبارك فيك يا سعديه. مرحبا يا استاذ. مال كان يا نسوان سكتن؟ ما في كان واحده عندها حاجه دارت تقولها للمسؤول؟ والله ذاته ما عارفين نقول لك شنو يا سعديه. الزول حاجته ما بحسها الا لما نجي يقضيها. يعني خلاص يا نفيسه، ما ناقصك شيء؟ كان علي انا نفيسه دي بدور لي نظاره، شوفي بقى قليل. اقف يا بنت، دارت تكتبي شنو؟ نظاره؟ مسؤول كبير ببدلته وكرفتته وعربيته نقول له نظاره؟ النظاره خلي ولدك بقى بكره اللي يجيبها ليك. نحن بنتكلم على الحاجات الكبيره. كان على الحاجات الكبيره؟ الولادة ذاتها مرات بتكسح علينا زي ما انت عارفة، إلا نمرق على الجيال. أيوة ده الكلام. يصلحوا لنا المركز الصحي ويعملوا لنا فيه غرفة ولادة. أكتب يا بيت تصليح المركز الصحي، غرفة حقت ولادة. النادي طبعا. النادي ما قاعد يا أخي. النادي بعيد وقام فيه العشر. يا أخي العشر الله اللي يقوم لك في راسك ده يا أخي. يا اخو عشر شنو يا اخو عشر ده؟ بنقوم عليه ننظفه كده نقطه ونخليه نظيف يا اخي. بعدين بعيد وين؟ ما حدا حدا الطاحونه دي بيجان يا اخي قريب كده. خليك منه. اكتب اكتب يا بل، اكتب. تلفزيون 29 بوصه. ايوه ايوه 29 ولا مش كده يا جماعه؟ ايوه 29. واعمل معاك ديجيتال بيكري. ديجيتال كيف؟ ايوه ده عشان نحضر بيه الكوره. بس دي فالحين فيها كوره؟ بس يا الفالحين فيها. خلاص اكتب معاك مروحه. البابور الكبير ده مما تعطل؟ أي زول سواله بابور برا. زمان البابور الكبير ده بيسقي الواطة دي كلها وبحرسه فريد زول ويتناوبوا فيه. هسع البوابير كترت بقى دايرة لناس كتار. كلامك صح يا عباس، عشان كده كل يوم في ولد بيمرق من المدرسة. أي لكن أخواننا، المجاري القديمة دي اللي كان بيوزع بيها البابور الكبير المويه كلها اتدفنت، وعشان نفتحها تاني دايره لها شغله كبيره. يعني هسه لو طلبنا من المزعول ده بابور جديد محتاجين نفتح المجاري دي كلها نظافه؟ اي نظافه؟ عليك الله، مزعول كبير قدر دي شايل شاق البلد دي خاش يجي يلقاكم نايمين وتتمنوا كمان؟ قال شنو؟ نادوا تلفزيون كبير. على قال تلفزيون كبير شنو بخط لكم في البلد وسخارك يا اخواننا؟ الكلام ده ما عوج يا اخي. بالله عليك الله اختونا، شالي ليكم ورق وحايمين تملوا الحله كلها وهم. المزول ده ماشي جاد ودي معلومه اي زول عارفها. انت عندكم شنو عشان اخشوكم؟ جاد مدينه كبيره وناس كتار. عارفين انه ماشي وين، لكن المزول واحد محجوب لما نجي ماشي يجي غاشينا. نفرض انه غشاكم حتنظفوا له يا تشارع؟ انتوا عارفين انه جايب يا تدرب؟ يا زول ان شاء الله نظف البلد دي كلها. طبعا كمان راح النظافه نظف عليهم كله. الناس حتى قال نظفها كلها. العشر ده كله يشيل راح ورانا طاير على نظف طرف الفريق. عليك الله ما تنسوا، ابدوا بشارع حلتنا ونظفوه كويس. قلت لي المزون ماشي وين؟ ياب. ما تنسوا احرقوا الاكياس. فريد ها جينا، ها مالك منشحط كده؟ والله يا قاسم يا اخوي، مفروض امشي اجيب القماش بتاع اللافته وما الاقي لي شيء يمرقني على الزلط. خلاص يا فريد اكتب ده بالدكان ده، انا جيك بالدرب. سمحت عاد؟ والله ده رافقني ذاته وتساندني. يا
اخوانا العدد اللي قلتوه ده كبير خلاص. كمان ما تنسي ناس الحلال التانيين لما سمعوا بيجيت المسؤول كلهم سجلوا طلباتهم وجايين. كمان ما حجوب اخوي ما ممكن نضيف المزعول وناس العله ونخلي ناس الحلال التانيين. المشكله المزعول وناس بيجوا وقت الفطور واحتمال كبير يتغدوا معانا. والحلل شنو؟ كده صبروا لي انا بتصرف. امرقل يا نسوان انا عندي خلاص ادور اقدم ارقل. اسمع حسن خيت لك ماشي جبتوا لك؟ ما قلت داروا لعرس عباس. احنا وين عرس عباس وين؟ المعنى انا ما خيتوا. ما خيطوا خلاص جيبوا. هذا القماش شوف لك شغلة تانا قضاها لغاية درج عباس ربنا يفرجها. اللهم آمين. ده كلام شنو يا سعدية يا أختي؟ أنت أكتر واحدة يا أختي عارفة نحن تعبنا قدر شنو عشان نلم لي عباس شيلته، وتعبنا أكتر عشان نلم المصاريف للمناسبة. دحين يا بنت امي جاي تشيليه مني في الفريد يوم مالي يا سرة؟ لا الضيوف جايين للبلد دي، والضيوف دي نحن كان سترنا معاهم البلد دي بقيها خير كتير، وعباس عرسه بتم. عباس العمر مشى فيه، عباس ما صغير واللي تلمى ما تلمى بيهين. دحين قسيتي علي شديد يا بنت امي. أنا عارفة أهو حارقة دور شنو يا السرة، وزي ما لمينا معاك زمان تاني بالليم. وإنتي عارفة الحلة دي كلها ما فيها زول عنده قدر اللي عندكم. دحين خلي المناسبة دي تتم عليه خير، وبعد ذاك الله بفرجها. قلت شنو أختي؟ خير يا بنت أمي. لا يا صادق الموضوع ده ما بينتهي باخوي واخوك. نعم شنو بالله ما تبلينا وخير نوم. راح راح ودي دي جيبها تعال وبا هناك. ما رد يا بيت؟ جرس يا امي. الولد ده بعد ما برد التلفون ده مسوي لي شنو؟ هسي كان في خبر مستعجل. هاي يا سفيان امي دايران. همسكي هاي يا سفيان انت وين؟ ها؟ انت وين يا سفيان؟ شغال والله يا امي. خلاص من مكانك ده انت واولاد حلتك تجوا مارقين. يا امي في شنو؟ ان شاء الله خير. خير لما تجوا تساعدونا. الناس نفسهم انقطع من قلهم. نلقاكم 200 لو ما جيتوا هسي. الحله محتاجه لناسه. قلت لي كلها؟ اي والله دعوهم. كريم في كاروين رجل الحسين دي يقول لنا هنا يا سرة كلها سرة مرقت عليهم تشد عليها غشو الله عباس عباس ودي سرة الله يصحيه وين تدي شيلتك للحريم ضيفوها هي الحكومة تديك ولا تديها حصل حصل لين باقي شيلتك من الناس الوهم دي الناس دي زي ما وقفت الساعة تالي بتقيف معي. اوعى تكون داير لك نفير يا عباس. النفير وقف زمان من زمن البابور الكبير. هسي كل زول عمل له بابور وبيسقى ارضه براو. ماله؟ ما يمكن جيت المسؤول دي ترجع لنا بابورنا الكبير وحصادنا يزيد. الله يصحي غبيان. انت ما شايف ناس الحلة دي حالتها كيف انهم؟ لا شازع قادرين ينظفوا، لا جدول قادرين يشقوا. ناس دي قاطعة نفسها ساكت. غشو الله يبقى ولدي الله يحجبه بلد عشان كده يا اخواننا كنا لغايه هنا وكفايه باريتوا اللجنه دي قلعت قدامكم والوراكم وعشان شنو؟ عشان مزول غاش ماشي جياد ها جياد
جهاد خلتنا حلة بلا اسم ولا طعم، لقطت أولادنا وكملت عددنا. وبعدين نسألكم، يعني انتوا قايلين المزود ده خلاص بنظرة كده يحل مشاكلكم؟ الهمهم الزول الشايف وعايش يا محمد يعقوب. بالضبط كده براك قلت، يعني مسؤولك ده لا حيشوف لا حيحس بالحاسين بنا احنا. طيب التعب في شنو؟ لكن من يلقانا بدينا شيء بيكملوا اخير مما يلقانا ما عملنا حاجه. ما هنديات كانت ولا حاجه وبقت حاجه وغلتنا ولا حاجه، شغلت اولادنا ودتهم مهن ما عشان ترفعه وتزيده. ما انت ولادنا ديل ترس من تروسه. كذابه ود يعقوب، عين هناك. ازيك يما؟ استاذنا من ناس جياد وقلنا نجي نساعدكم في النفير، قالوا لنا ما بتمشوا يديكم فاضيه زي ما انت شايف. لا سايق راجل واحد، لكن عن الكراكة دي قدرتها بكم راجل. لا شو هالشي دي؟ ها؟ قلبي نقدر احنا في يوم؟ تقضي في فت ساعة. السرة القصاصة ما كفت قصاصة شوية، والكرتونة الثانية حقت المكرونة وينها؟ Mm-hmm.
حاجه فوق الوصف يا شازلي. اها باقي الاخبار شنو؟ اخبار طيبه وسمحه. الوليدات صلحوا البابور الكبير براهم وبقوا شاطرين في الشغله دي. لكن بعد ده كله ما انتهينا، والباقي لنا اقل من 12 ساعه، والمدرسه فيها تشاطيب كثيره. والله يا اخوان انا بس عندي مشكله بسيطه فوق الميكروفون بحق ده، طوالي عاضي معي، مرات يشتغل ومرات ما يشتغل. اها شوفوا لي حل. لكن لسه باقي الجداول والشغل. صحيح مشينا كثير لكن لسه ما انتهينا يا اخوان. المرحله دي ولا كنا بنحلم بها. انا عندي احساس انه الاستقبال ده هيكون مميز جدا. لو صفيت العزم فيك او عاينت مكامن ذاتك كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. لو صفيت العزم فيك او عاينت مكامن ذاتك كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. رمز الوعد فيك مدخور، صوت الامل فيك موفور، يبني شواهق يبني جسور. لو بلجت صافيت غنياتك ما دام انت ذراعك اخضر، خلي القوة فيك تتفجر. انت اكيد بالقوة حتقدر تملى الكون باشراقاتك. لو صافيت العزم الفيك او عاينت مكامن ذاتك كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. دي عزومتي يمه، بدل عزومة عباس الناس تاكل وتتونس في الفارغة والملانة، عزومة عباس الناس اللي بتتعب وشغالة تاكل تسند روحها عشان تقوم تزرع وتبني. إما شايف الحنة في إيدي يمه، شوفي حنة الطين دي، شوفي همة الرجال. أرضاً اللي كانت بتطلع 20 شوال عشان عباس يلمها في كم سنة، بعد بابورنا الكبير بيطلع حق الكم سنة في سنة واحدة، وعباس بيعرس. يلا أفردي وشيك يوم ودينا زغرودة في عرس الحلة. أو عاينت مكامن ذاتك
تعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. ما قلت لك يا شازلي أجمل حفل استقبال؟ بدل الناس تقيف وتصفق بإيدينا، إيدينا هي اللي بتزرع وتبني. بدل الناس تسمع الناس تقيف على حيلة وتشيد همتها. بدل عربية المسؤول تشق الصفوف، الصفوف تشق الجداول وتزرعها. ذكرنا أن نجيب لهم بذور وعلم لسرية المدرسة. والحسرة تروح.
تروح.